الحسن البكوري 37 سنة أستاذ باحث. اليوم الخطاب الملكي السامي تحدث عن مجموعة من النقاط والمحاور. بداية كان هناك إبراز أو عرض مجموعة من المبادرات الملكية السامية اللي كان الهدف ديالها هو تخفيف الحدة ديال آثار جائحة كورونا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للمواطن المغربي. وهنا كنشوفوا اللحمة أو العلاقة القوية بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمواطن المغربي والإحساس ديالو والشعور ديالو بكل التبعات اللي ربما كتلحقها هاد الجائحة ديال كورونا. شعبي العزيز، نود في البداية أن نجدد عبارات الشكر لكل الفاعلين في القطاع الصحي العام والخاص والعسكري، وللقوات الأمنية والسلطات العمومية على ما أبان عنه من تفان وروح المسؤولية في مواجهة وباء كوفيد-19. إنها مرحلة صعبة علينا جميعا وعلي شخصيا وعلى أسرتي كباقي المواطنين، لأنني عندما أرى المغاربة يعانون أحس بنفس الألم وأتقاسم معهم نفس الشعور. ورغم أن هذا الوباء أثر بشكل سلبي على المشاريع والأنشطة الاقتصادية وعلى الأوضاع المادية والاجتماعية للكثير من المواطنين، حاولنا إيجاد الحلول للحد من آثار هذه الأزمة، وقد بادرنا منذ ظهور هذا الوباء بإحداث صندوق خاص للتخفيف من تداعياته، لقي إقبالا تلقائي من طرف المواطنين. الشق الثاني اللي كان مهم جدا هو المبادرة المغربية في صناعة الأدوية واللقاحات، واللي كتجسد الدور الريادي للمملكة المغربية على المستوى العربي والقاري في صناعة اللقاحات، والدرجة الأولى في مواكبة مواجهة التحديات اللي كتواجهنا جميع الشعوب العربية والإفريقية وخصوصا منها المغرب والمواطن المغربي في مكافحة الوباء. وإيمانا منا بأن السيادة الصحية عنصر أساسي في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد، فقد أطلقنا مشروعا رائدا في مجال صناعة اللقاحات والأدوية والمواد الطبيعية الضرورية بالمغرب. ورغم كل هذا، لابد من التنبيه إلى أن الوباء ما زال موجود وأن الأزمة ما زالت مستمرة، وعلى الجميع مواصلة اليقظة واحترام توجيهات السلطات العمومية في هذا الشأن. أيضا اليوم الخطاب يجسد ملك الإنسانية، ملك الإنسانية في التعامل وفي تحقيق المتطلبات ديال المواطن المغربي من خلال المبادرات الملكية السامية الرامية لتحقيق والرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المغربي. وفي نفس السياق العلاقة ما بين المغرب والجزائر والدعوة المباشرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للطرف الجزائري من أجل الجلوس على طاولة الحوار وفتح مجموعة من النقاط اللي من شأنها أن تحل الإشكال ما بين المملكة المغربية والجزائر، التي يراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنها المشاكل هذه الحل ديالها غادي تخلق واحد النهضة وواحد التطور على مستوى العنصر البشري وعلى المستوى الاقتصادي على مستوى الدولتين. وإيمانا بهذا التوجه، فإننا نجدد الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر للعمل سويا دون شروط من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار، ذلك لأن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا وليس في مصلحة شعبينا وغير مقبولة من طرف العديد من الدول. فقناعتي أن الحدود المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين، شعبين شقيقين، لأن إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصيل تكرسه المواثيق الدولية، بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي التي تنص على حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات
والسلع ورؤوس الأموال بين دوله. كان أعتقد اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس قدم مجموعة من المبادرات الرائعة والراقية والتي تجسد المتانة العلاقة ما بين المملكة المغربية ودولة الجزائر والحل جميع الخلافات ما بين الطرفين. لمن شأن هذه الحلول أنها تخلق واحد الديناميكية جديدة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، وبالطبع كان الحل السياسي مهم جدا في مثل هكذا إشكاليات. إذن اليوم نحن فخورون جدا بصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دائما يبرز الدور القيادي للمملكة المغربية في اتخاذ الحلول واتخاذ القرارات الصائبة في الأوقات المناسبة، اللي من شأنها كما ذكرت أنها تخلق لنا دائما الدور القيادي على المستوى العربي وعلى المستوى القاري في فتح العلاقات، في التواصل، في تحسين مستوى الاقتصاديات ديال المغرب ديالنا أو حتى الدول الصديقة والشقيقة. واليوم المبادرة الملكية واضحة جدا في تحسين العلاقة ما بين المغرب والجزائر، واللي إن شاء الله احنا كمواطنين مغاربة أو مواطنين حتى المواطنين الجزائريين غتكون عندها واحد الأثر كبير جدا في التنمية المستدامة وفي تحقيق جميع الاحتياجات اللي كيحتاجها أي مواطن على مستوى بلدي.